أن البيوع المحرمة والمعاملات المحرمة ترجع كلها إلى ثلاثة أمور: إما أن تكون ربا أو وسيلة إلى ربا، أو تكون فيها جهالة أو غرر، أو تكون من الخداع والتغرير. هذا هو ضابط المعاملات المحرمة بالإجمال، لأن من تأمل هذه الضوابط الثلاث عرف أن فيها ظلما لأحد المتبايعين والمتعاملين، وهي تؤدي إلى النزاع والشقاق، فلذلك حرمها الشرع.